تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة حورية فرغلي أثناء سقوطها على السلم، جاء ذلك على هامش حضورها مسابقة ملكة جمال مصر التي أقيمت مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى. وظهرت حورية فرغلي في الفيديو وهي تنزل على الدرج وتتعرض فجأة للسقوط. ومؤخرا كشفت الفنانة حورية فرغلي تطورات وضعها الصحي بعد خضوعها مؤخرا لعملية استئصال الرحم. وقالت حورية فرغلي: أنا مؤمنة بقضاء ربنا، ومن صغري وأنا عارفة أن عندي ورم في الرحم، وعارفة أن دي وراثة. شالوا لي الرحم والورم كان لازق فيه في كل حتة، وقعدوا 5 ساعات يفكوا. وأضافت: حاسة بنفسي أحسن بكتير وعندي طاقة ومش تعبانة وباكل كويس، لأن الورم اللي كان على الرحم كان مؤثر عليا، ودي مش أول مرة أخضع العملية. عملت عملية شبه زي دي وأنا عندي 30 سنة، وكان عندي 7 أورام، والدكتور قال لي قدامك 10 سنين وبالمساعدة تقدري تحملي، ولما تخليه فيه وأنا بولدك هشيلك الرحم. وما اتجوزتش خلال المدة دي. وتحدثت حورية فرغلي عن حلم الأمومة قائلة: عمري ما مسكت بيبي، ولما مسكتها حسيت وكأني بتكلم مع بنتي، وفي آخر الكلام قلت لها هسميكي حورية.